يتقدم المبدع الشاب الطيب صياد الحائز على المرتبة الأولى في فن الرواية الأدبية. الطيب صياد روائي حاز على المرتبة الأولى في جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب، تحصل على المرتبة الأولى في فن الرواية الأدبية، أصيل ولاية المسيلة. يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم المبدع الشاب خليل عباس. تقدمت والدة المبدع الطيب صياد، وكما يقال أن هذا الشبل من تلك اللبؤة، فرحم الله البطون الجزائرية وما تنجب. والأم مدرسة أولى. يتقدم المبدع الشاب خليل عباس الحائز على المرتبة الأولى في فن الشعر. خليل عباس أصيل ولاية تبسة، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية بعنوان جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي. يتقدم المبدع الشاب عبد الجليل معلم. المبدع الشاب عبد الجليل معلم الحائز على المرتبة الأولى في الفنون المسرحية كأحسن عمل فني، هو أصيل ولاية أدرار، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم المبدعة الشابة منال بن هلال. المبدعة الشابة منال بن هلال تحصلت على المرتبة الأولى في العمل المسرحي المكتوب كأحسن عمل أدبي بعنوان جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي، وهي أصيلة ولاية الجزائر العاصمة. تحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم المبدع الشاب أيمن مخلوفي. أيمن مخلوفي مبدعاً شاباً حاصلاً على المرتبة الأولى في الأعمال الموسيقية كأحسن عمل فني بعنوان جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب، وهو أصيل ولاية الوادي، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم المبدع الشاب خطاب زين العابدين. خطاب زين العابدين مبدعا شابا حائزا على المرتبة الأولى في الفنون الغنائية وفنون الرقص كأحسن عمل فني بعنوان جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي، هو أصيل ولاية الجزائر، ويحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم المبدعة الشابة لعويسي رميسة. لعويسي رميسة توجت مبدعة شابة بالمرتبة الأولى في الفنون التشكيلية كأحسن عمل فني
بعنوان جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب، تحظى بدورها بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم المبدع الشاب محمد أمين يزيد. محمد أمين يزيد مبدعاً شاباً توج بالمرتبة الأولى في الفنون السينمائية والسمعية البصرية كأحسن عمل فني بعنوان جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، وهو أصيل ولاية البويرة. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية.